يقول فضيلة الشيخ: هل يدخل في تنبيه الناس لقيام الليل الاتصال على الجيران مثلا، أو إرسال رسالة بالجوال أكتب فيها حديث يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة؟ هذه ما توقظهم، إذا كتبت ما توقظهم الرسالة، يبون شيء يوقظهم، يبون شيء يوقظهم من النوم، أو ترسل 100 رسالة ما تيقظ. لكن إذا كلمتهم بالجوال أو بالتلفون أو ناديتهم، هذا الذي يوقظهم. نعم.